الطريق من المخا إلى الحديدة يقصر يوما بعد آخر. يأتي ذلك مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من منطقة يختل الواقعة شمال المخا الساحلية صوب منطقة الحائط، والتي تبعد قرابة 2 كيلومتر عنها. وبدأت قوات الجيش الوطني بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبيل انسحابها. جبل النار الاستراتيجي والذي شهد محيطه معارك دامت لأيام أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني، والذي يعد موقعا استراتيجيا هاما نظرا لموقعه القريب من معسكر خالد. والآن نحن نشاهد جبل النار الذي يثبت سيطرة المقاومة الجنوبية وجيش الشرعية على جميع الجبال المطلة الذي تمد على طريق تعز صنعاء، وبعون الله قريبا إن شاء الله سيكون الانتصار القادم إلى محافظة الحديدة. مقاتلات التحالف شنت من جهتها غارات عدة مستهدفة مواقع وآليات الميليشيا العسكرية المتمركزة في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها، بالتزامن مع معارك عنيفة في محيط معسكر خالد بين عناصر الميليشيا وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. السيطرة على جبل النار يجعل من تحرير معسكر خالد أمرا أكثر سهولة من ذي قبل، الأمر الذي سيعجل بتحرير الشريط الساحلي للمخا ليكون مفتاحا لبوابة مدينة الحديدة.